الله الله والحمد لله الله يا الله سبحان الله الله يا الله والحمد لله الله يا الله سبحان الله اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وبه تعالى نستعين والصلاة والسلام على محمد وآلِه الطيبين الطاهرين. أعزائي الطلاب السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وفقنا الله وإياكم لكل ما فيه خير. المسألة السابعة والعشرون في الوجوب والإمكان والامتناع المطلقة. لم يذكر الإمكان. قال محقق توصي والوجوب يعني مادة الوجوب. شامل للذات وغيره يعني عندنا وجوب بالذات ووجوب بالغير والتحليل يصدق على الامتناع يعني عندنا امتناع بالذات وامتناع بالغير وكذا الامتناع وما عندنا الامكان بالغير عندنا فقط الامكان بالذات الوجوب بالذات يعني الوجوب خاصيه لذات الموضوع لا تكتسب بعلة من العلل الوجوب بالغير لا هذا الهوية المهوية لا تقتضي هذا الوجود بذاتها أو المحمول مطلقا الوجود العلم لا يهم لا تقتضيها الذات يأتيها من من الغير من علة يعني تجتمع الشروط الموضوعيه ما يسمى بالعله التامه فيفاض المحمول او الوجود او العلم على الموضوع الامتناع كذلك عندنا امتناع بالذات تقتضيه الذات كشريك الباري تقول ممتنع الوجود فلا يمكن ان يتصف بالوجود ممتنع الوجود ممتنع العلم و و هذه الماده بالنسبه الى الموضوع ذاتيه له يعني من ذات شريك الباري لا يكون موجودا ذات شريك الباري لا يكون عالما وهكذا لماذا لأنه لا شيء سلب بانتفاء الموضوع إذا انتفى الموضوع انتفت كل المحمولات بتبعه وعندنا لا امتناع بالغير يعني لا عندنا ما هي لم تنوجد لأن الشروط الموضوعية لم تتوفر ما يسمى بالعلة التامة لم تتوفر فهو ممتنع باعتباري الشروط الموضوعية يعني العلة لم تكتمل بجميع مكوناتها فهذا ممتنع بالغير قد تتوفر العلة التامة ويدخل الوجود لا مانع من ذلك أقول الإعلام الحلي الوجوب قد يكون ذاتيا يعني الوجوب بالذات وهو المستند إلى نفس الماهية إلى روح الماهية إلى حقيقة الماهية من غير التفات إلى غيرها إذن الوجوب بالغير قياسي، والوجوب بالذات ذاتي ليس قياسيا، وقد يكون بالغير، يعني وقد يكون الوجوب بالغير، من أين يأتي الوصف الواجب؟ يقول بالعلة، يعني شروط الموضوعية توفره، وهو الذي يحصل، وهو يعني الوجوب بالغير، الذي يحصل باعتبار حصول الغير، يعني العلة التامة. والنظر اليه يعني بالقياس اليه. قلت لك الان حفيدك ممكن انسان يقتضي الوجود ويقتضي لا يقتضي الوجود ولا يقتضي العدم، اذا توفرت العله المفيده ينوجد شروط موضوعيه تتوفر تتزوج وتنجب ولدا يكبر يتزوج وينجب فيتعين حفيدك في دار الوجود، لماذا؟ لأن يعني الشروط الموضوعية متوفرة إلا إذا لم تتزوج تبقى كالمسيح حتما حفيدك محروم من الوجود مع أنه قد ينوجد نعم قد ينوجد فإن المعلولة المعلول يعني المهية التي تنوجد لولا النظر يعني بالقياس إلى علته الذي أنا أسميها الشروط الموضوعية بالفلسفة اللسان الفلسفي العلة التامة يعني تجتمع كل موجبات الخلق والإيجاد لم يكن واجبا بها فالوجوب المطلق قد انقسم إلى ما بالذات هو يقتضي الصفة بالوجوب وإلى ما بالغير وهو الذي يقتضي الصفة الوجود العلم ولا بشروط الموضوعية يعني بغيره بعلة وهو شامل لهما يعني الوجوب عنوان يصدق على الوجوب بالذات ويصدق على الوجوب بالغير في الوجوب بالذات الذات تقتضي الصفة وبالوجوب بالغير الذات لا تقتضي الصفة بذاتها وإنما بالشروط الموضوعية يعني بالعلة بالقياس إلى العلة التي تفيض عليها الوجود أو الصفة وكذا الامتناع نا البحث نفسه يصدق على الامتناع عندنا امتناع ذاتي شريك الباري ممتنع الوجود ممتنع العلم بذاته لماذا لأنه لا شيء لا شيء شريك الباري نظرا للتوحيد يدخل في سلة اللاشيئية فالصفات تكون لا شيء شيئية بتبعه فعندنا امتناع ذاتي ولا عندنا امتناع بالغير كما بينت لك حفيدك الآن في اللاشيئية فإذا توفرت الشروط الموضوعية من قوسين العلة التامة يدخل دار الوجود وإذا لم تتوفر مفردة واحدة من العلة التامة لا يدخل الوجود أبدا نعم وكذا الامتناع الشامل للامتناع الذاتي بيناه وللعارض باعتبار الغير يعني امتناع عارض باعتبار الغير فتقول حفيدي ممتنع الوجود، لماذا؟ لاني يعني لم اتزوج ولم انجب الولد الذي يتزوج ثم ينجب الحفيد. وليس عموم الوجوب عموم الجنسيه لان الوجوب والامتناع والامكان ليس من صنخ الجنس والفصل وانما هي وجودات ربطيه. يقول اياك ان تشتبه وتحسب الوجوب الذي يصدق على الوجوب بالذات والوجوب بالغير او الامتناع الذي يصدق على الامتناع بالذات والامتناع بالغير من باب الجنسيه التي تحتاج الى فصول حتى تميز تتميز لا هي ليست من صنف الماهيات اذا تكلمنا بالجنس والفصل في دائره الماهيات الجوهر والعرض اما في دائره الوجودات الربطيه والحيثيات لا معنى للجنس والفصل هناك إذا الحيثيات هوية لها استقلالية حتى تتجنس أو تفصل وإلا تركب الوجوب الذاتي الذاتي يتركب من جنس وفصل والامتناع كذلك يتركب من جنس وفصل الجنس خرطي والفصل خرطي لأنه ممتنع شريك الباري بل عموم عارض ذهني لمعروض ذهني هذه بنيوية وتحتاج إلى وقفة تحتاج إلى وقفة بل هو عارض ذهني لمعروض ذهني تقول شريك الباري وجود تقول بالامتناع ما معنى يعني الوجود لا يتسلل إلى ساحة شريك الباري أبدا لماذا لأنه لا شيء لا شيء كيف يتصف بالوجود اجتماع النقيضين فتقول شريك الباري وجود بالامتناع تحذف الوجود للاختصار اللغة العربية لغة حذف واختصار فتقول شريك الباري ممتنع ممتنع ما معنى؟ يعني ممتنع الوجود كما تقول ذات المقدسة واجبة الوجود ما معنى؟ يعني واجبة الوجود واجب تقول الذات المقدسة يعني الله واجب، ما معنى واجب؟ المادة صفة؟ لا، المادة كيفية النسبة، يعني واجب الوجود، يعني الذات المقدسة وجود بالوجوب، يعني لا ينفك عنه الوجود أبداً، أبداً، يجب أن نفهم هذه المسألة. ما معنى العروض الذهني لمعروض ذهني؟ يعني.. إذا قلنا الذات المقدسة وجود واجبي وجود بالوجوب يعني الذات ذهني الذات المقدسة ذهنية وعروض الوجود لها بالوجوب في الدين لا أبدا أبدا لا يقصدون هذا الذات المقدسة في الدين فهم والوجود الذي يعرض لها بالوجوب فهم والمادة الوجوب فهم المقصود من هذه العباره البنيويه ان هذه الامور تحليليه بمعنى هناك جهاز عقلي وهناك واقعيه الجهاز العقلي يدرك هذه الواقعيات الخارجيه ما هي الذات الذات المتلبسه بالوجود بالوجوب هذه الواقعيه يعني الله تعالى الخارجي الواجب الوجود ياتي هذا النشاط العقلي يدرك حيثيات في الواقع الخارجي ليست لها متون مستقله ليست لها واقعيه مستقله وهو يدركها يدركها وليست لها واقعيه مستقله هذا النشاط العقلي النشاط الذهني ننسب هذه الحيثيات التي ليست لها واقعيه متنيه باعتبار النشاط العقلي نقول ذهنية وهي ليست ذهنية باعتبار النشاط الذهني يعني عقلية يعني تفهم بالعقل بالعقل التحليلي يحلل العقل يحلل هذا هو معنى بل عموم عارض ذهني لمعروض ذهني لا معنى أن الذات المقدسة تكون في ذهنك وتتصف بالوجود في ذهنك ووجودها يكون بالوجود في ذهنك أبدا لا معنى هذه العبارة مع الأسف الشديد لا تبين بهذا البيان، يعني أن نحن أمام ذات مقدسة فقط، ذات إلهية هي متن الواقع، بالعقل أصل إلا إن أنها موجودة، ووجودها كذلك حيثية لا متن لها، وكذلك عندها مادة هي الوجوب، كذلك الوجوب لا متن له، وإنما هو العقل يصل إليه. بنشاط فكري بالتحليل بالانتزاع بالاعتبار فنقول ذهني ذهني بهذا المقصود وليس ان الله تعالى في ذهنك والوجود الذي يعرضه في ذهنك والماده الوجوب في ذهنك ابدا قال ومعروض ما بالغير منهما ممكن ومعروض ما بالغير منهما ممكن تفريع على ما سبق إذا كنت في دائرة الوجوب بالغير والامتناع بالغير، أعرف أن الموضوع ممكن. لا واجب ولا ممتنع، دقق جيدا. تقول حفيدي موجود بالامتناع إذا لم تتوفر له الشروط الموضوعية، يعني العلة التامة، حفيدك ممكن. ممكن. الإنسانُ وجود بالامكان واذا تحقق يصير موجودا بالغير الانسان ممكن اذا ماده الوجوب بالغير والامتلاء بالغير دائما تتصور في الممكنات في المخلوقات في المخلوقات لا تقول الذات المقدسه موجوده بالوجوب بالغير ابدا ولا تقول شريك الباري معدوم أه ممتنع بالغير. لا هذا غير معقول. هذه العباره تشير الى هذه القضيه. اذا كلما كنا في دائره الوجوب بالغير او الامتناع بالغير نحن في عالم المخلوقات. في عالم الممكنات. ومعروض ما بالغير منهما ممكن، يعني ماهيات ممكنه، ماهيات خلقيه. نعم. ومعروض ما بالغير تسامحا تقول: الانسان موجود بالغير واجب بالغير يعني الانسان وجوده واجب بالغير او الانسان حفيدك الذي بعد لم يتحقق الانسان وجوده ممتنع بالغير فهذا العروض عروض هذه المادة على النسبة نسبة المحمول إلى الموضوع، الموضوع دائما يكون من عالم الخلق لا يكون واجب الوجود ولا يكون ممتنع بالذات أقول الذات يعني الهوية التي يصدق عليها يعني ينطبق عليها على هذه الذات والهوية أنها واجبة بالغير يعني هذا هو العناوين أو ممتنعة بالغير فانها تكون ممكنه بالذات يعني عالم المخلوقات فيخرج واجب الوجود والممتنع بالذات لماذا لان الممكن الذاتي هو الذي يعتوره الوجوب والامتناع الممكن الذاتي اذا توفرت العله التامه صار واجبا بالغير والممكن الذاتي اذا لم تتوفر العله التامه صار ممتنعا بالغير، ولا يمكن ان يكون الواجب بالغير واجبا بالذات، لا يمكن. يعني لا يمكن الذات المقدسة تكون واجبة بذاتها وواجبة بعلتها، من يعطي الوجود للذات المقدسة لله أبدا، ولا ممتنعا بالذات. وكذا الممتنع بالغير. فقد ظهر أن معروض ما بالغير من الوجوب والامتناع ممكن الذات. إذا إذا كنا في دائرة الوجوب بالغير وجوب بالغير يعني صار وجوده واجبا بعلته التامه او صار ممتنع الوجود بعلته التي لم تتوفر كامله اذا نحن في دائره الممكنات يعني المخلوقات نعم نعم فقد ظهر ان معروض ما بالغير من الوجوب والامتناع من بيانية ما بالغير بين ما بالغير إما في دائرة الوجوب أو الامتناع ممكن بالذات يكتب تحتها المهيات الخلقية قال ولا ممكن بالغير لما تقدم في القسمة الحقيقية ولا ممكن بالغير ولهذا لم يأتي بالإمكان بالغير كل ماهية خلقية الإمكان ذاتي لها يعني وصف لها ما معنى الإمكان لا تقتضي الصفة ولا نقيض الصفة لا تقتضي العلم ولا تقتضي علم إذا تحركت وتوفرت موجبات العلم تصفت بالعلم إذا لم تتحرك في سياق العلم ولم تحقق موجبات العلم ما يتحقق العلم انتهى الأمر فهي اللائقة ضاء لا تقتضي الصفه ولا تقتضي ناقض الصفه اذا كنا في الوجود والعدم يسمى الامكان المهوي ليس الامكان الخاص يعني لا تقتضي الوجود ولا تقتضي العدم بذاتها فاذا تلبست بالوجود ببركه عله واذا تلبست بالعدم مجازا فكذلك ببركه عله اذا توفرت العله صارت واجبه بالغير اذا لم تتوفر العله التامه صارت ممتنعه بالغير انتهى الامر إمكان بالغير ما عندنا. إذاً إذا كانت الذات ممكنة بالغير يعني يفيض عليه الإمكان أليس كذلك؟ الإمكان بالغير يعني العلة تفيض عليه الإمكان؟ إذاً قبل الإمكان ماذا كانت؟ إذا كانت واجبة لا تتلبس بالإمكان، إذا كانت ممتنعة لا تتلبس بالإمكان، إذا كانت ممكنة تحصين للحصر. تحصين للحصر. هذا هو التحليل البنيوي ليست استدلالات، التحليلات بنيوية، يعني تتأمل في المسألة وتعالجها بالمعايير العقلية. المعايير العقلية تضحى في سياقها فتصير بشعة، تصير غير مستساغة عقلاً، فترفض مطلقاً. مرة لا نكون في دائرة الدليل. متى ننتقل إلى الدليل؟ إذا البنية العقلية استقبلت القضية. نعم ولا ممكن بالغير لما تقدم في المسألة الحادية والعشرون في القسمة الحقيقية نعم الحادية والعشرون الحادية والعشرون لحظة أرجع إلى الوراء خامسة والعشرون ثالثة والعشرون ثانية والعشرون في الحادية والعشرون في قسمة الوجود والعدم إلى المحتاج والغني نعم قلنا الموجود إما غني واجب الوجود وإما ممكن ممكن الإمكان هنا ذاتي ما إن عندنا إمكان بالذات وإمكان بالغير فقط عندنا إن الإمكان بالذات نعم لكن التحليل الذي بينته لكم أنا هو صحيح الذات التي يعطى لها الإمكان إمكان بالغير يعني العلة تعطيها الإمكان هي ماذا كانت قبل الإعطاء حتى تتصف بالإمكان كانت واجبة لا تصير ممكنة ممتنع لا تصير ممكنه كانت ممكنه تحصين للحاصل يعني هي متصفه بالامكان قبل الاعطاء اذا جاء الامكان تحصيل للحاصل نعم اقول لا يمكن ان يكون ها هنا ممكن بالغير كما امكن واجب وممتنع بالغير عندنا الوجوب بالغير صحيح عندنا الممتنع بالغير لكن ما عندنا الامكان بالغير لانه يدخل في تحليل القضيه لو كان كذلك يعني لو كان الإمكان مفاض معطى من علة لا كان المعروض للإمكان يعني الذي يستقبل الإمكان الموضوع الذي يستقبل الإمكان من علته المعروض للإمكان بالغير إما واجبا لذاته هذا هو الكلام الصحيح والواجب لا يقبل الإمكان لا يكون ممكنا أو ممتنعا للذات لذاته والممتنع لا يقبل الإمكان وكل ممكن بالغير ممكن بالذات فيكون ذلك المعروض تارة واجبا لذاته وتارة ممكنا أو تارة يكون ممتنعا وتارة يكون ممكنا وهذا خلاف الواقع يلزم الانقلاب انقلاب الجهة من الوجوب إلى الإمكان والانقلاب الجهة من الامتناع إلى الإمكان إذا هذا استدلال أم عرض المسألة على البنية الدينية على البنية العقلية على معايير الانقلاب يعني البنية العقلية لا تقبل هذا ولا تستسيغه فيلزم انقلاب القسمه الحقيقيه التي فرضنا انها لا تنقلب هذا قول ف... ونسي مساله لو بينها كان افضل هذا هذه الذات اذا اختفى عنها الوجوب ليست واجبه واختفى عنها الامتناع ليست ممتنعه ماذا تكون ممكنه ويفاض عليه الامكان وهي ممكنه تحصين للحصر وال... والعرف يفهم هذه المساله إذا دخل عليك ضيف العرف النجفي يقول يقول له صبحك الله بالخير إذا أجاب صبحك الله بالخير يعني لم يأكل فيقدم له الغداء وإذا قال له مساك الله بالخير يعني أنا أكلت فمجيل الأكل تحصين للحاصل هو شبعان لماذا تأتيه بالأكل تحصين للحاصل فإذا كان الأمر ممكنا وتعطيه الإمكان تحصين للحاصل وتحصيل تحصيل الحاصل ما معناه؟ يعني مبدأ التناقض، يعني هو مادام دام يعطى له الإمكان فهو ليس ممكناً. وهو إذا كان ممكناً يعني ليس يعطى له الإمكان، وهذا هو مبدأ التناقض. إذا المسألة نعرضها على البنية الذهنية نجدها بشعة، شنيعة، مرفوضة مطلقاً. المسألة الثامنة والعشرون في عروض الإمكان وقسميه للماهية. هذه المسائل التي ذكرناها تقريبا كلها تنتمي الى الذات العاضد الخادم للذات الاساسي قال وعروض الامكان عند عدم اعتبار الوجود والعدم بالنظر المهية الى الماهيه الى الماهيه وعلتها نعم يريد يقارب هذه المساله اذا الامكان يعرض في اي دائره الامكان يعرض في دائره الهويه يعني مبدأ الهوية إذا تأملت فيه لا تدخله في مبدأ الجوهرية لأن مبدأ الجوهرية إما أن يلبس بالوجود وإما أن يلبس بالعدم إذا الوجود والعدم في دائرة مبدأ الجوهرية وهناك تتشكل قضية تركيب كامل الإنسان وجود أو الإنسان معدوم الإنسان وجود قضية حاكية تشير إلى ثبوت الإنسان في مثل الواقع. الإنسان معدوم يعني ارتفاع الإنسان من متن الواقع أما في مبدأ الهوية الإنسان إنسان هناك وجود له هناك عدم له يعني لا تقتضي في مبدأ هويتها للوجود والعدم هذا اللائق للطرفين يسمى الإمكان الخاص إذا كنا في دائرة الوجود والعدم يسمى الإمكان العام إذا قلت الإنسان في دائرة هويته بما هو هو لا يقتضي العين ولا يقتضي اللاعين أين يقتضي العلم ويقتضي علم في مبدأ الجوهرية يعني يجب أن تكون هناك ظروف شرط شروط موضوعية ظروف موضوعية يتلبس بالعلم أو لا يتلبس بالعلم أما في هويته لا هو في علاقة بالعلم ولا علاقة لا بالعلم هذا الإمكان الخاص الإمكان الماوي لا علاقة له لا بالوجود ولا بالعدم هل مغلق لا ينفتح لا يقول له بشرط قد تأتي الموجبات تجعله وجوداً وقد تغيب الموجبات ويبقى في اللا شيءيه اذا هذه المساله ذاتيه ليست عرضيه عاضده عاضده وعروض الامكان يعني عندنا ما هي يعرضها الامكان عروض الامكان عند عدم اعتبار الوجود والعدم دقق جيد يعني هناك لسنا في دائره الوجود والعدم هذا يسمى لا اقتضاء بالنظر الى الماهيه وعروض الامكان عند عدم اعتبار الوجود والعدم بالنظر إلى ما هي وعلتها ما هنا لسنا في دائرة الوجود هنا في دائرة الهوية أقول الإمكان يعني هذه المادة التي تقع في مقابل الوجوب والإمتنع إنما يعرض للماهية في أي بعد للماهية في مبدأ الهوية من حيث هي هي ولهذا اسسوا قاعده تاتي في بحث الماهيه من اجمل البحوث الفلسفيه بحث الماهيه والحمد لله فيه فصل كامل عن الماهيه هناك ان شاء الله نبدع انتم وانا في بيان هذه الماهيه وتفهمون جيدا اصاله الماهيه لما واصاله الوجود لما هذا المطلب ياتي هناك نعم الامكان انما يعرض للماهيه من حيث هي هي يعني في مبدا الهويه لا تنتظر هناك صفه وعدم الصفه الوجود والعدم لا باعتبار وجودها ولا باعتبار عدمها لسنا احنا في دائره الوجود او دائره العدم ولا باعتبار وجود علتها ولا باعتبار عدم علتها هذه كلها في مبدا الجوهريه نعم بل إنما يعرض الإمكان للماهية عند عدم اعتبار الوجود وعدم والعدم يعني لا اقتضاء بالنظر إلى الماهية نفسها يعني في مبدأ الهوية فمبدأ الهوية الإنسان إنسان بالنسبة لكل الصفات وما يعارض الصفات ما يضاد الصفات تقول لا بشرط لا بشرط يعني انفتاح ابن سينا يسميه في ادبياته القوه قوه يعني قابليه لا بشرط ما معنى لا بشرط اذا توفرت العلل الموجبه للصفه اتصفت الماهيه اذا لم تتوفر لا تتصف وعند عدم اعتبار الوجود العدم بالنظر الى عله الممكن فان الماهيه اذا اخذت موجوده كانت واجبه واجبه بالغير طبعا ما دامت موجوده وكذا إذا أخذت معدومة تكون ممتنعة ممتنعة بالغير ما دامت معدومة وإذا أخذت باعتبار وجود علتها كانت واجبة وجوب بالغير ما دامت العلة موجودة وإذا أخذت باعتبار عدم علتها كانت ممتنعة ما دامت علة معدومة إذا الأحكام تختلف الأحكام في دائرة الهوية تقول لا اقتضاء لا تقتضي الوجود ولا تقتضي العدم في دائرة مبدأ الجوهرية يعني دائرة المحمولات الحيثيات التعينات هناك تتعين بأي صفات تلا 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 تليق بذاتها لكن بموجبات بموجبات يعني إلا تحقق لها الوصف أو ترفع عنها الوصف إذا الإمكان في دائرة في الماهية يسمى لائق تضا يعني لا بشرط من الوجود والعدم مبدأ الهوية بعد غير مبدأ الجوهرية مبدأ الجوهرية تقول إنسان موجود الإنسان معدوم الإنسان عالم الإنسان لا عالم يعني جاهل وهكذا لماذا؟ لأن العلل لم تتوفر حتى تعطي الصفة وإذا توفرت تعطيه الصفة نعم قال وعند اعتبارها بالنظر إليهما يثبت ما بالغير ما هي الآن دخلت في مبدأ الجوهرية يعني العلل تمت موجبات الصفة تمت تدخل إلى عالم الصفات والتعينات والمحمولات هناك حاكميه مبدا الجوهريه تقول الانسان إن وجوده لماذا ان علته التامه توفرت وتحقق بالوجود لم تتوفر لم يتحقق بالوجود وهكذا في جميع الصفات وعند اعتبارهما يعني العله الموجبه للخلق والعله التي لم تتوفر فيها كل موجبات الخلق بالنظر و.. وعند اعتبارهما بالنظر اليهما يعني اعتبار الوجود و وال.. يعني العله التامه المفيده والعله التي لم تتوفر كل موجبتها بالنظر اليهما الى هذه العلل يثبت ماذا؟ ما بالغير اما في دائره الوجود نقول واجبه بالغير واما في دائره العلم............ العدم نقول ممتنعه بالغير ما معنى؟ يعني الماهية خرجت من دائرة الهوية إلى دائرة مبدا الجوهرية يعني عالم عالم المحمولات قلنا لا يثبت المحمول إلا بملاك هذا الملاك قابلية الماهية هذا والله بشرط لماذا لم تكن قابلة لا يمكن يعني ليس من صلخ الذي يتصف بالوصف والعلة التي تحقق لها المحمول يعني بالغير، ما بالغير. أقول: إذا اعتبرنا الوجود والعدم بالنظر إلى الماهية أو إلى علتها ثبت الوجوب بالغير والامتناع بالغير، وهو ظاهر مما تقدم. نعم، ظاهر مما تقدم. قال: ولا منافاة بين الإمكان، بين الإمكان والغير. قد تقول: إذا كانت الماهية ممكنة في مبدأ الهوية، كيف تصير واجبة بالغير؟ كيف يجتمع في هوية واحدة الإمكان بالذات يعني الإمكان الذاتي والوجوب بالغير أو الامتناع بالغير هنا العقل البشري يترقى ويفهم أن الإمكان الذاتي ينسجم مع الوجوب بالغير وينسجم مع الامتناع بالغير يأتي يعني إن شاء الله بيانه والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته اللهم صل على محمد وال محمد اللهم صل على محمد وال محمد اللهم صل على محمد وال محمد